بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهنئكم أيها الأحباء ببداية العام الجديد 2022، وأيضا بعيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الشرقي. أهنئكم في جميع الكنائس القبطية في خارج مصر، في أمريكا وكندا وأمريكا الجنوبية، وفي أوروبا، وفي الكرسي الأورشليمي في القدس، وفي أفريقيا، وأيضا في كنائس الخليج العربي، ثم كنائس أستراليا وكافة المدن التي بها كنائس قبطية. أهنئ جميع المطارنة والأساقفة والأباء الكهنة القمامسة والقصوص والأباء الرهبان الذين يخدمون، وأيضا الرهبان والراهبات في أديرتهم. وأيضا أهنئ كل الأراخنة وكل الأسر القبطية وكل الشباب وكل الأطفال وكل الشعب القبطي. كل سنة وحضراتكم طيبين، وسنة جديدة سعيدة على الجميع. في ميلاد ربنا يسوع المسيح فرحة كبيرة جدا، ونتعلم في الميلاد في كل عام رسائل عديدة. الرسائل كثيرة نتعلمها من مولود المزود في قرية بيت لحم في أورشليم، والرسائل التي يقدمها لنا هذا الميلاد. الميلاد، ميلاد ربنا يسوع المسيح، جاء ليبدأ رحلة الخلاص للإنسان من الخطية والسقوط الذي كان في الأول من خلال آدم وحواء. وبعد هذا السقوط ظل العالم كله ينتظر من يأتي ليخلص، إلى أن جاء اليوم السعيد، يوم الميلاد المجيد، وجاء ربنا يسوع المسيح بهذا الميلاد لكي ما يقدم لنا رسائل عديدة في حياتنا. أريد أن أقدم لكم بعض هذه الرسائل التي يمكن أن تفيدنا في حياتنا. الرسالة الأولى أن الميلاد يعني البداية الجديدة، هو بداية جديدة، والبداية دايما تمتلئ بالفرح، بالرجاء، بالأمل. لما الواحد بيبتدي مشروع، لما بيبتدي دراسة، لما بيبتدي أسرة، البدايات دايما تملأ الإنسان بالفرح. لذلك هذه البداية الجديدة نعبر عنها في صلواتنا الصباحية ونقول فلنبدأ بدءا حسنا، فلنبدأ بدءا حسنا. أنت تبدأ، ربما يكون العام الماضي فيه بعض الضعفات، ربما يكون فيه بعض السقطات أو السهوات أو حتى الخطايا. دعنا نبدأ في هذا العام الجديد ونبدأ بدءا حسنا. ابتدي بداية جديدة وقدم عهود وتعهدات أمام الله، وقول مع داود النبي تعهدات فمي باركها يا رب. رسالة أخرى من رسائل الميلاد المجيد أنه يقدم لنا نور للحياة. تلاحظوا إياي أن ميلاد ربنا يسوع المسيح كان ليلا وكان في المزود، ولكن في ظلمة الليل يظهر الملاك ويظهر النور ويبشر الرعاة ويقول لهم ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، ويظهر النور في وسط عتمة الظلام. هكذا الملائكة عندما أنشدوا نشيد الميلاد، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة، كان هناك نور. وكان النور أيضا يملأ المزود عندما ولد المسيح، وشع النور من مولود بيت لحم، مولود المزود، وملأ المكان نورا. النور يعني الاستنارة في حياة الإنسان، النور يعني العمل، يعني الجد، يعني الاجتهاد. علشان كده احنا ايضا في صلواتنا الصباحية نقول بنورك يا رب نعاين النور، بنورك يا رب نعاين النور، يجعل الإنسان يعيش في استقامة. لأن النور زي ما كلنا نعرف يسير في خطوط مستقيمة، فهذه رسالة للاستقامة، أن الإنسان يعيش ويمارس مسؤوليات حياته اليومية وهو في حال الاستقامة. ونحن نصلي كل يوم
وندعو الله ونقول: قلبا نقيا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما جدد في احشائي. مسؤولياتك اليومية، حياتك تكون واضحة في النور وتتم في النور وتتم بروح الاستنارة القلبية وروح الحكمة وروح التمييز. هذه رسالة أخرى، رسالة النور. أما الرسالة الثالثة فهي رسالة الدعوة. دعوة الميلاد هو دعوة جديدة، دعوة جديدة. لما بيتولد طفل بيبقى دعوة لمسؤولية ورسالة في حياته عبر حياته بالعمر الطويل اللي ربنا يدهوله. عشان كده احنا ايضا في الصلوات الصباحية نصلي ونقول العبارات التي رددها القديس بولس الرسول عندما قال: أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليها. في دعوة. ميلاد المسيح في هذا المزود كان بداية جديدة ونور جديد، وأيضا دعوة لرسالة الخلاص التي تممها المسيح على الصليب. علشان كده كل واحد فينا عنده دعوة وعنده مسؤولية وعنده رسالة، والله خلقك من أجل قصد معين تتممه. لكل أب، لكل أم، لكل خادم، لكل خادمة، لكل مسؤول، كيف ما تكون مسؤولية الإنسان، الله خلقك لكي ما تحقق وتتمم قصده فيك. علشان كده الميلاد هو دعوة جديدة. إذن يا إخوتي الأحباء، الميلاد هو بداية جديدة، وهو نور جديد في حياة الإنسان، وهو أيضا دعوة جديدة لمسؤولياته في الحياة وفي العمل. أنا أكرر تهنئتي القلبية لكم جميعا، وأرسل لكم من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة في مصر، أرسل لكم كل تحيات الأباء، كل أباء المجمع المقدس، وكل الأباء الكهنة، وكل الأباء الذين يخدمون في كل الكنائس هنا في مصر، وأيضا الصلوات والدعوات أقدمها لكم من خلال الأباء في الأديرة القبطية في مصر. أرسل لكم هذه الرسالة، وأرجو أن تكونوا دايما بخير، وربنا يحفظكم ويعطيكم الصحة الكاملة ويعطي نعمة ويحفظكم حتى وإن كنا في أزمنة وباء وجائحة، ولكن لنا ثقة كما يقول داود النبي: الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ الرب حصن حياتي، ممن أرتعب؟ تهنئة قلبية لكم جميعا، وأرجو لكم كل خير وسعادة في العام الجديد، ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.